عزكم الله جدي عمره 8 أشهر، فهل هذا يجزئ في يذبحه يعني في العقيقة شيخ كريم؟ لا، الجمهور على أن شروط العقيقة هي شروط الأضحية، وبالنسبة للجد الماعز لابد أن يستوفي سنة ويدخل في السنة الثانية، لا يجزئ قبل ذلك. هو كان فاكر أنه 8 أشهر فلحمه مش هيكمل فيشتري لحم يكمل بيها. لا لا لا، هو الذبح هنا عمره ما ينفعش للذبح. لا لا لا، هو لو كان من خروف أو نعجة كان ينفع، لأنه هو يجوز 6 أشهر عند الحنابلة وغيره. نعم، لكن جدي ما لا، لابد أن يستوفي السنة. لو أنت حديث أبي بردة رضي الله عنه الذي ذبح قبل الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال شاتك شات لحم، فإنه قال عندي عناق هي خير عندي من شاتي لحم كبيرة، لكن عناق يعني لم تستوفي السن المحدد اللي هي المسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اذبحها ولا تجزئ عن أحد غيرك صلى الله عليه وسلم.